اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد، وهنتكلم فيه عن اهم التنبيهات والتحذيرات الخاصه ببرج الدلو الهوائي لعام 2021 لشهر من منتصف يناير لحد منتصف فبراير. هنتكلم عن الشهر القادم كالعاده. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وقولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا. طبعا الناس تتابعني عارفين برج الدلو من الابراج المحببه والعزيزه الى قلبي، عشان ده برج عمر ابني وبرج رنا اختي، وهو برج بحبه جدا. طبعا انتوا عارفين يا برج الدلو ان انتوا من اكثر الابراج حظا في عام 2021. 2021 هو عام النجاح بالنسبه لك، عام تحقيق الامنيات، عام تحقيق الاحلام، الا ان ممكن اول شهرين في السنه مش ليك لوحدك، لكل الابراج ممكن يبقى فيه شويه عكوسات، شويه مشاكل، شويه يعني عادي هيبقوا واخدين شويه من 2020 بقى. فاول شهرين في السنه كلنا نستحملهم مع بعضينا، نشجع بعضينا عشان نقدر نستحملهم. طيب برج الدلو، اول حاجه شايفه عندك على المستوى الدراسي، شايف ان انت محتاجه ان انت ما تضيعش وقتك. ناس بتدرس ماسترز بيذاكروا حاجات جديده، عايزاكم تنتبهوا لوقتكم، ما تضيعوش وقت كتير، وانتبهوا ان انتوا تستثمروا وقتكم صح، لان ممكن يكون عندك مشاكل شويه في الدراسه او محصل لك مشاكل في الدراسه. عشان كده do your best ان انت تبقى مركز جدا في دراستك، وابذل مجهودك، واشتغل على نفسك، واشتغل على تحقيق امالك واحلامك في الدراسة. طيب ممكن يكون عندك شوية مواجهات في العمل، او شوية مشاكل، شوية تحديات، وخصوصا مع يعني مع الناس اللي بتشتغل معاهم، هيبقى فيه شوية غيرة، حقد، ناس حقودة حواليك، او حتى في نطاق اصدقائك او عيلتك انت معرض للحسد دايما. على فكرة ده من الابراج اللي عشان روحانياتها عالية، عشان بيتكلموا كتير يعني بيتكلموا بتلقائية وعفويين شوية، بتعرضوا جدا جدا للحسد. فعندك طاقة حسد، عندك ناس حقودة حواليك يا برج الدلو، عندك ناس يعني زي ما يكونوا شايفين ان انت بتحقق كل حاجة نفسك فيها، شايفين ان انت ذكي ناجح. فعندك طاقة حسد وطاقة يعني طاقة حسد، طاقة حقد، طاقة غيرة. خلي بالك من هذه الطاقة، حاول ان انت تستعين على قضاء حوائجك بالكتمان، ما تتكلمش كتير عن احلامك، ما تتكلمش كتير عن طموحاتك، يعني ركز في الحتة دي. طيب ممكن يكون عندك مشكلة برضو مع رؤسائك في العمل، مع حد ذي سلطة جهة اكبر منك، بس في تحدي في العمل. فانا نصيحتي ليك يا برج يعني نصيحتي ليكوا يا برج الدلو ان انتوا يعني تركزوا جدا جدا، انتوا تهدوا شويه، تبطلوا اندفاعيه، وتبطلوا عصبيه، تجاهلوا المشكله، ما تكبروش المواضيع، لان انت كل ما هتكبر موضوع انت اللي هتخسر. حاول ما تكبرش اي مشاكل. على فكره برضو ممكن يكون عندك مشكله نفس المشاكل دي مع اصدقائك، يعني علاقاتك هتكون متوتره وشايفاك عصبي مندفع، مع ان عاده الدلو بيبقى شخص هادي. حاول ان انت تتحكم شويه في اعصابك، تقلل اندفاعاتك، ما تكبرش الموضوع، لملم المشاكل، يعني حاول تلملم المشاكل، تختصر المشاكل، تختصر الحاجات دي عشان ما توقعش نفسك في مشاكل مواجهات اكتر واكتر. يعني تاني حاجه بقى عايزه انصح برج الدلو، يا ريت تظبط مصاريفك يا برج الدلو. انا شايفه انت هتظبطها، بس برج الدلو يا جماعه من الابراج المبذره جدا، ادي للدلو فلوس هيخلصها في 10 دقايق، فهو مش من الابراج اللي بتحوش، ما بيعرفش يظبط مصاريفه، مبذر. فانا شايفاك هتبدا تركز ان انت بيحبوا شوبينج كتير قوي، بيحبوا يشتروا حاجات كتيره. الدلو شخص على فكره معطاء وكريم، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. فدايما لما يكون معاه فلوس بيفرتكها. فانا شايفه الحته دي ان انتوا شويه مركزين ان انتوا تقللوا مصاريفكم، ان انتوا تعملوا تحويشه يعني. طيب نصيحة مهمة او تنبيه هام جدا، احترس وحافظ على صحتك يا برج الدلو. برج الدلو الفترة دي ممكن تمر بوعكة صحية قوية، الا ان شايف ان هي في استشفاء او في علاج، بس خلي بالك من صحتك. البركيورمنت بتاعت الكورونا، تلبسوا ماسك، ما تحتكوش بناس كتيرة، تحاولوا تقللوا الخروج، يعني خلي بالكم من الحتة دي، لان شايفة في زيارة للطبيب وزيارة جادة. صحيح ان شاء الله في علاج وفي استشفاء، بس في وعكة صحية ممكن تمر بيها برج الدلو، او ممكن تتعب خاصة في نهايات شهر جانيوري او بدايات شهر فبروري. ركزوا جدا جدا في الحتة دي، داروا على شمعتكم عشان تقيد. انا قلت ان انتم محسودين من اول الفيديو، انتم محسودين يا برج الدلو. دايما الدلو محسود يا جماعة، او تلاقي دايما بتعرض للسحر، للحسد، طاقته دايما فيها حسد وفيها سحر وفيها حقد كمان، يعني في حاقدين كتير قوي قوي حواليك، قوي 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 قوي. خلاص يا برج الدلو،
طيب عندك رجوع لشخص من الماضي، او ماي جاد حلو يا دلو، في شخص راجع لك من الماضي، راجع لك ندمان، راجع عايز علاقه جديده، عايز بدايه جديده، عايز يبتدي معاك بدايه جديده، ممكن يكون صديق مثلا طفوله او صديق قديم اتخانقت معاه، او شخص انت كنت بتحبه مرتبط بيه، او شخص من اقربائك كان في شده او في مشاكل ما بينكم، الشخص ده هيرجع عايز هو شخص قريب من قلبك، شخص بقالكوا كتير ما اتكلمتوش، هو عايز صلح، عايز بدايه جديده، عايز كانك بيقول لك ممكن ننهي المشاكل ونبتدي مع بعض بدايه جديده، انا بحبك مش عايزه ابعد عنك وعايز الدنيا تبقى مستقره ما بيني وما بينك. فالشخص ده هو حبك او عايز يرجع علاقته بيك زي الاول، وشايفه ان في رجوع لشخص قوي جدا من الماضي عندك يا برج. انا شايفه ان الشهر ده شهر نجاحات، بالرغم ممكن يكون في عسكوسات في العمل، بس انت نجمك هيلمع، هتكون ظاهر، هيكون عندك بدايات جديده وحاجات حلوه، عندك نجاح، عندك قوه، مع ان انا شايفه ان يناير وفبراير مش احسن شهور عندك، بالعكس الدنيا تبدا تظبط من منتصف مارس، بس انت في المجمل انا شايفه ان 2021 حلوه معك. طيب هنتكلم بقى عن المرتبطين والعزاب، تعالوا نتكلم عن برج الدلو والحب. قولوا لي يا جماعه القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، وبليز تعملوا لايك للفيديو وتعملوا كمان او ديسلايك، يعني قولوا لي لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، لو مش عجبكم اعملوا ديسلايك عشان الانتر اكشن. قولوا لي تحت في التعليقات هل القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، قولوا لي ايه رايكم في الطرحه، يعني انهي احلى، شكل الطرحه النبيتي عليها ولا الطرحه البيضه، عشان في ناس عمالين يقولوا لي ليه ما لبست البيضه، ايه يا جماعه في ايه، خلاص هتحيروني في كل شيء يقولي، وانت ما بتغيريش الطرحه البيضاء، انا برج العذراء فانا بحب الحاجات الغوامق اللي هو مش غوامق اللي هي السيده اللي مش منقوشه كتير يعني. طيب هنتكلم بقى عن برج الدلو والحب، قولي لي القراءه دي تتفق معاك ولا لا، قولي لي الناس اللي بتتجسس على برج الدلو انت برج ايه. طيب لو انت عايز يبقى برج الدلو في شخص جديد، يا اما يكون عائد من الماضي زي ما قلت لك، او شخص جديد داخل حياتك، يعني الشخص ده يعني في صفات كتير قوي اللي انت بتحبها، ممكن يكون شخص من الماضي على فكره، انا شايفاها هيقرب منك، مع ان انت في الاول هتبقى متحفظ مع الشخص ده، يعني مش هتبقى مندفع قوي في العلاقه، بس هو جاي كتير، جاي وجايب معاه تغييرات كتير، هو شخص بيحب شغله، شخص عملي، شخص بيحب السفر، بيحب او شغله فيه سفر كتير على فكره، بس هو هادي. الشخص ده هينتمي الى برج ترابي، يعني برج عذراء او جدي او طور، او برج هوائي دلو زيك، او جوزاء او ميزان. طيب ده الشخص ده هو هادي، يعني ما بياخدش على الناس بسهوله، وانا شايفاك يا دلو ايه، يعني انت خايف تقرب منه، انت خايف منه، هو شخص غامض على فكره، يعني الشخص اللي هيقرب منك الفتره دي شخص غامض، مش مفهوم، مش سهل ان هو يتفهم، شخص ذكي جدا جدا جدا. طب تعالوا بقى نتكلم للمرتبطين. المرتبطين شايفاه عندك طاقه مراقبه يا برج الدلو، شايفاك حاسس بحب ناحيته، منجذب لحبيبك، حاسس بحب ناحيته، حاسس بقوه ناحيته، حتى لو انتوا في بدايه علاقه ولسه ما اعترفتوش بالحب او بتحبوا بعض، في جذب او في تجاذب ما بينكم، وشايفه كمان ان انت بتراقبه كتير قوي، واضح ان هو شخص منطلق، عنده علاقات كتيره فانت شاكك فيه دايما، او هو عنده صحاب كتير، صحبات كتير، فانت يعني بتحاول تراقبه وتشوفه بيعمل ايه وما بيعملش ايه، بس الشخص ده بيحب الانطلاق، بيحب حريته زيك يا برج الدلو، بيحب العلاقات الكتير، بتحب تتعرف على ناس كتيره، بيحب السفر، بيحب الخروج، وعلاقته فيها سفر كتير، عشان كده شايفه ممكن يكون في طرف ثالث في العلاقه دي، الطرف الثالث ده يا اما عمل الشخص الاخر، يا اما السفر، يا اما شخص اخر موجود في حياته هو بيهتم بيه جدا جدا، وانت بتغير منه يا برج ايه الدلو، بس هو بيحب الحريه، بيحب الانطلاق، بيحب الاكتيفيتيز، وفي نفس الوقت هو شخص بيهتم جدا بعمله، شخص غامض، مش سهل يبين مشاعره، يعني دايما بيفكر في حاجات، يعني عنده غموض كتير انت ما بتفهمهوش، يعني انت دايما عندك مشكله ان الشخص ده غامض جدا جدا، وبيشتغل، ممكن يكون بيشتغل في حاجه مهمه، بيشتغل في القانون، في السياسه، في التجاره، بس انا شايفه ان هو ممكن يكون في فيرست، انت مستني علاقه جديه، او مستني حد يتقدم لك، او مستني فرحه او سعاده بالارتباط، شايفاك هتحصل عليها برج الدلو. انا بصراحه شايفه ان شهر يناير بالرغم من ان هو مش احسن شهورك في 2021، الا ان هو شهر ايجابي جدا، بيحمل لك سعاده، بيحمل لك فرح، بيحمل لك نقود، ممكن شويه العكوسات اللي تحصل في صحتك وفي العمل وفي الدراسه تاخد بالك منها، اما عاطفيا بالعكس كل حاجه تمام جدا يا برج الدلو. شايفك عايزك تجتهد في شغلك بس شويه، حاول
تبطل كسل، يعني عايزه منك تبطل كسل، تبطل عصبيه، لان عصبيتك زايده جدا بقالك 3 شهور. وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، قولوا لي فعلا برج الدلو تحس انه بقيتوا اكثر عصبيه واندفاعيه وبتتعصبوا بسهوله ولا لا. بس انا شايفه ان في شخص هياخد خطوه ايجابيه تجاهك بالارتباط الرسمي، والخطوه دي هتبقى تخليك سعيد. ممكن شخص يجي لك من سفر من مكان بعيد عشان يقابلك، انت لو انت برج الدلو راجل تروح تتقابل حد من شخص ساكن في مكان بعيد عشان تتعرف عليه وتقابله ويبقى فيه خطبه او علاقه رسميه. شكرا، بحبكم جدا جدا يا دلو، وبشكركم واشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وتابعوني على السوشيال ميديا. عايزه كل الناس اللي عندي على الانستغرام يروح على الفيسبوك واليوتيوب والعكس صحيح. بشكركم، بيج هارت، اي لاف يو اول. برج الدلو ذا بيست بيكوز عمر برج الدلو، عمر ابني عيد ميلاده الشهر ده، كل سنه وهو طيب ان شاء الله. سنه عيد ميلادي يوم 25/1، هنفكر كده كلنا نعمله سربرايز. ثانك يو، بحبكم، باي باي، مع السلامه.